فوقاش اكسكافاسيون كتعتبر اسباس كونفي اولا شنو هو العمق الادنى باش نعتبروا واحد الاكسكافاسيون ولا ترونشي اسباس كونفي؟ كان هذا السؤال ديال واحد من الاصدقاء ديال القناه اللي بغى يعرف شنو هي لا بروفوندور مينيموم باش نعتبروا واحد الاكسكافاسيون اسباس كونفي. في حدود المعرفه ديالي ما كاينش شي بروفوندور اكزاكت اللي كتقول لينا راه الا وصلناها راه هاد الاسباس هاد الترونشي ولا هاد الاكسكافاسيون راه غادي يولي اسباس كونفيني. كاين يعني شي ارقام اللي متداوله اللي هي متر 20 متر 50 ولكن هادو كيبقاو دي ريغل ديال السيت اولا دي بروسيدور ديال الشركات اللي هما قرروا وفكروا انها خصها تكون متر 20. ولكن اللي نقدروا ناخذوه هو اي اكسكافاسيون ولا اي ترونشي اللي توفرت فيه الشروط والتعريف ديال اسباس كونفيني انا كنعتبرها اسباس كونفيني. ولا رجعنا للتعريف ديال اسباس كونفيني فالشرط الاول هو ان هذيك البلاصه خصها تكون كبيره يعني كبيره بواحد لواحد الحد باش ان واحد الانسان يقدر يدخل يخدم فيها لواحد المده محدده وما مديوراش باش انها يعني تكون مستعمله او لا تكون مشغوره ولا مشغوله لواحد المده طويله يعني ما نقدروش نسكنوا فيها ما نقدروش نجلسوا فيها لواحد المده طويله. الحاجه الثانيه هو ان الدخول والخروج لهذاك الترونشي يكون صعيب يعني ماشي سهل. والحاجه الثالثه هو انها ما مديوراش يعني هذيك الترونشي ولا الاكسكافاسيون ما مديوراش باش انها تكون بلاصه اللي يطولوا فيها الناس لواحد المده طويله. والسبب يقدر يكون سواء نقص الاكسجين او لا كاينين غازات سامه او لا اي مشكل اخر اللي ممكن يخلي الناس ما يطولوش في هذيك البلاصه. يعني كاين واحد الخطر تما اللي ما يخليش الناس انهم يكونوا يبقاو فيها لواحد المده طويله الا ما درناش ديفيزيون زعما الا ما درناش واحد الحلول دي ميزور دو كونترول. دونك باش نتعامل مع ترونشي ولا اكسكافاسيون خاصني ندير ريسك اسيسمنت اولا لاناليز دي ريسك هو اللي غادي يحدد ليا واش هذاك الترونشي ولا هذيك الاكسكافاسيون واش ايفيكتيفمون خاصها تولي تعتبر كاسباس كونفيني ولا لا. يعني واش هذاك ريسك اسيسمنت هو اللي غادي يخليني نعرف واش متوفرين فيها الشروط ديال التعريف ديال الاماكن المغلقه ولا المحدوده ولا المهم اسباس كونفيني. وباش نحيد الشك ونخرج من الباب الواسع غنتعامل مع اي ترونشي اللي فايت متر 20 ولا متر 50 او لا اللي درت ريسك اسيسمنت وما خرجش بنتيجه شكيت فيه غنتعامل معاه كاسباس كونفيني في المره الاولى. اول مره غندخل ليه غادي نوفر فيه الشروط ديال التعامل مع الاماكن المغلقه مع الاسباس كونفيني. يعني غادي ندير فيه الميزور ديال الاتموسفير ديال لي غاز وديال الاكسجين غادي ندير فيه لي زاكسي خصهم يكونوا يعني يكونوا الناس يدخلوا ويخرجوا بسهوله. من بعد ديك الساعه كنقدر ندوزو نون بيرميت ريكوايرد كونفين سبيس حيت كما كنعرفوا كاينين جوج ديال لي تيب ديال لي سباس كونفيني. كاين لي سباس كونفيني اللي كنحتاجو فيه البيرمي باش ندخلو وكاين لي سباس كونفيني اللي ما كنحتاجوش فيه البيرمي باش ندخلو. ولكن اي سباس كونفيني في اول مره غندخلو ليه فراه كيتعتبر خاصو اوتوريزاسيون خاصو بيرمي ديال لي سباس كونفيني. من بعد فاش كيتبدلو كنشوف باللي الخطر ما بقاش وان لو ريسك اللي ميتريزابل في هذاك الترونشي دونك هنايا كنقدر نحولو لاسباس كونفيني ولكن اللي ما كيحتاجش البيرمي ديال الاسباس كونفيني يعني كيولي نون بيرميت ريكوايرد كونفين سبيس. دونك في هذه الحاله هذه ما كيبقاش عندي البيرمي يعني ما كي اللي بغى يدخل لهذاك الاسباس كونفيني ما كيحتاجش البيرمي ولكن كيبقى داك الميزور ديال الاتموسفير يعني كنبقى ديما كنعبر واش النيفو ديال الاكسجين واش اللي كاين دي غاز قبل ما ندخل وكندير واحد لا فاسون اللي هي بيريوديك باش كنتاكد باللي راه الخطر اللي انا كونتروليتو في المره الاولى باش رجعتو ما محتاجش لوتوريزاسيون كنتاكد باللي ما عاودش رجع لي دوك الاخطار ديال الاتموسفير. حيت كما قلنا الديفينيسيون ديال اسباس كونفيني عرفتها وكونفيرميتها وتحكمت فيها بقى ليا لي غاز. لي غاز شي حاجه اللي كتبدل مع الجو. وعلاش خاصني نرجع هذاك ليسباس كونفيني نرجعو من بيرميت ريكوارد لنون بيرميت ريكوارد؟ يعني خاص اوتوريزاسيون في الاول علاش خاصني نحيد لوتوريزاسيون ولا نحيد البيرمي؟ حيت الا خليت البيرمي الناس كيباناليزيو هذاك البيرمي دونك تنكون انا تحكمت في لي كونديسيون ديال الخدمه ولكن كيبقى هذاك البيرمي يعني غير شي حاجه اللي كيولي غير بحال اجراء شكلي. الناس من بعد كيوليو كياخذوا داك البيرمي على انه غير اجراء شكلي ما كيبقاش يفرق ما بين يعني البلاصه اللي فيها البيرمي راه طالع الخطر بزاف والبلاصه اللي ما تحيد منها البيرمي راه ناقص فيها الخطر. كيولي اي بلاصه اي اسباس كونفيني كيعتبر هذاك البيرمي غير ورقه وصافي.
حيت كيدخل وكيشوف لي كونديسيون عاديين ماشي شي حاجه اللي فيها الخطر. باغ كونط الا كنت كنبدل ليه تيولي الناس كيحسوا ان كاين فرق. في الاول راه كان فيه الخطر، من بعد راه تحكمنا فيه ودونك حيدنا البيرمي. دونك هنايا ما عرفتش واش الجواب على السؤال واش قدرت نجاوب عليه ولا لا. دونك الا كان عندكم شي استفسار ولا شي اضافه تقدروا تخليوه ليا في كومونتير، وما تنساوش تخليو لينا في كومونتير الا عندكم شي تجربه خاصه مع لي زيسباس كونفيني وشنو درتو في هذيك الحاله، وانتم في الشركه عندكم ولا البلاصه اللي كتخدموا فيها واش عندكم شي ستوندار اللي كيحدد لكم العمق ديال لي زيكسكافاسيون باش يوليو اسباس كونفيني. عندكم شي اضافه تقدروا تخليوها حتى هي في كومونتير، وما تنساوش تفعلوا مع الفيديو باش يوصل لاكبر عدد ديال الناس وباش الفائده تعم.